فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الفرقان وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم الخبير اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن في أربعين آية من آيات الله عز وجل ماذا تعني هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد هذه الكلمة هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وردت كثيرا في القرآن الكريم وأيضا وردت في السنة وأجمع عليه المسلمون فإذا كان هذا الاسم هذا الاسم ورد في القرآن الكريم وكان المسلمون مجمعين على ثبوت كل ما في القرآن الكريم فبالضرورة أن الإجماع هنا يعني ينسحب على هذا الاسم هذه يعني فقط يجب أن نعلمها وقد يعني أناس كثيرون يكتفون بوروده في القرآن الكريم والسنة النبوية ولكن إجماع المسلمين ده مهم أيضاً تأكيد لهذه المعاني اسم الخبير او لفظ الخبير هو في اللغه العالم او العليم ببواطن الامور يطلق على على نوعين من العلماء العالم بواطن الامور مطلقا والعالم بالشيء بعد اخباره او بعد الاستخبار عنه يعني هذا الشيء آه، لم يكن يعلمه ثم علمه ببواطنه كان يجهله ثم أخبر به ثم أخبر به أو آه هو استخبر آه. هو استخبر يعني طلب الاستخبار فأصبح عالما به وبواطن الأمور فأصبح آه يطلق عليه اسم الخبير ويفارق العالم العادي بأن ليه, ليه؟ ما الفرق بين خبير وعالم عالم يعلم الشيء لكن الخبير يعلم باطن هذا الشيء زي بالضبط حتى احنا في في لغتنا الدارجه او استخداماتنا الدارجه نستعمل هذا فنقول مثلا احنا عايزين خبير للموضوع نطلب خبير الخبير هو يعني اذا كان شيء مثلا في الهندسه ولا كذا ولا كذا هو اصلا مهندس يعني هو زي لكن ما يعلمه الخبير من بواطن هذا الشيء لا يعلمه زميله العادي الذي لم يعني قد يكون هو خبير لأنه تعمق في هذه النقطة بالذات أو في هذا الحقل يعني خبره أو صبر أغواره خبره بالضبط يعني وصل إلى وصل أعماقه وصل إلى أعماقه وعرفه بعمق لا يعرفه به غيره من الذين يعلمون هذا الشيء وإحنا هنا بنتكلم عن معنى الكلمة ده نتكلم عن معنى الكلمة بشكل عام آه. الكلمة. فإذا الخبير هو العليم ببواطن الأمور طبعا بالنسبه لله سبحانه وتعالى لا نستطيع ان نقول انه الخبير بمعنى العليم ببواطن الامور بعد اخباره او بعد استخباره مستحيل هذا مستحيل لان العلم او الخبير بمعنى العلم بعد اخبار او بعد استخبار يستلزم امرين الامر الاول ان انه يسبقه الجهل وده يستحيل على ربنا سبحانه وتعالى طبعا من صفه نقص مستحيله طب. الامر الثاني التغير لان هذا الخبير قبل ان يستخبر او يخبر غيره بعد ان علم هذا فتغير علمه من انه عالم عادي الى عالم خبير والتغير ايضا نقص يستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى به لأن التغير ده معناها يستلزم برضو الجهل لأنه لو كان مثلا الأول يعلمه ألفا ثم تغير فعلمه باء علمه ألفا طلع جهل على طول نتيجة التغير فالتغير سبحانه وتعالى يعني كل كل علومنا احنا هي ناقصه من هذا لانها تتغير تتبدل تكون جهلا تكون خطا على خلاف ما هو على خلاف ما عليه المعلوم كل هذه نواقص علم الله سبحانه وتعالى منزه عنها لانه هو العلم حتى يسمونه العلم المسترسل مع الاشياء فهو طبعا ازلي وفيما لا يزال يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف سيكون قبل ان يوجد كل هذا فهذا هو العلم الالهي وطبعا يصفونه بالشمول يصفونه بالامتداد والاسترسال يصفونه بانه الازلي وعلمه في الازل وفيما لا يزال العلم في الازل طبعا هي يعني صفه صفه ذات في ما لا يزال ايضا يعني حين يتعلق بالمعلومات ممكن يكون هنا يعني التعلق آه بامور وجدت فيكون له علاقه ما بالخلق او بالمخلوقات او بافعال العباد لكنه اصلا حتى لو يعني ظل هذا الكون في كتم العدم يعلمه يعلمه أو هل يستمر في كتم العدم أو متى يظهر حتى في بعض المفكرين المسلمين ضلت بهم الطريق يعني لأنهم كانوا يقولون طيب إذا كان علم كل شيء وكيف سيكون حين يكون هذا كان مثلا عالم أن زيدا سيكون في سيأتي في الزمان الفلاني وسيشرب الخمر وسيعاقب مثلا ما ذنب زين هنا؟ طبعا الـ 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 الاجابه واضحه ان العلم ليس صفه تاثير انما هي صفه انكشاف بمعنى ان حضرتك دائما يعني احنا بنضرب الامثال لشيوخنا يعني رحمهم الله قربوا الينا هذه العلوم يقول لي مثلا لو انت معك بطاريه ودخلت حجره مظلمه ونورتها فعرفت ان فيه كرسي شفت فيه كرسي هل هذا النور هو اللي صنع الكرسي ولا كشف هذا الكرسي؟ فطبعا قال لي صفه العلم مثل مثل هذا النور تكشف انما لا تؤثر يعني تكشف الاشياء تكشف الموجودات لكنها لا تؤثر في الموجودات ولا في خلقها ولا فالعلم لان كل صفه من صفات الله سبحانه وتعالى لها دور معين. ولها تعلق معين بالـ 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 بالكون فالعلم من صفته الانكشاف. طبعا ده بعيدا عن قدره ربنا سبحانه وتعالى على تغيير المقادير. نعم القدره بقى هي يعني صفه تاثير. اه دي لها تاثير. طبعا آه. دي لها تاثير. م. الاراده ايضا لها صي... لها آه يعني صفه اخرى وتعلق وهي الاختيار. اه يعني مثلا الله سبحانه وتعالى علم ان فلانا سيولد في يوم كذا. طيب ده 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 علم كاشف هذا ثم تاتي القدره فتظهر او تخرج هذا الفلان من العدم الى الوجود. ده شغل القدره اللي هو التاثير اخراج الاشياء من العدم الى الوجود. ومع ذلك كله بيشتغل مع بعضه يعني مش مثلا العلم توقف وجات لا كله بيشتغل معا ثم تاتي الاراده اللي هي شغلتها التخصيص فتخصصه مثلا بانه ياتي في يوم كذا وليس في اليوم السابق ولا في اليوم او ياتي على شكل كذا وليس على الشكل الاخر ياتي على طول كذا ولا على وهكذا كل ان الـ الـ الاراده بتختار لكل مخلوق اشياء من بين اشياء عديده جدا يمكن ان تكون له لكن اختار له هذا دون ذاك وهنا تظهر قيمه اللطف الالهي اللطف الالهي آه. طبعا حقيقه هو يعني هو سر الكون فعلا لا يخ يعني يعني خيره وفضله على كل مخلوق عشان كيف بنقول دائما بالبلدي احنا عايشين بلطف ربنا سبحانه وتعالى ربنا تعالى. نعم نعم فعلا فوالله لطيف بعباده يعني قاعده وقضيه انتهت. لطيف بعباده، لازم كل عبد من من, من العباد واخذ نصيبه من هذا اللطف. من هذا اللطف. سواء العباد طبعا احيانا يكون يعني مفهومها اعم من ان يكون هؤلاء العباد هم بنو ادم او يعني الخلق دون المخلوقات الاخرى. فكما يعني ذكرنا في الحلقه السابقه وقلنا ان يعني الكون مسخر الكون مسبح الكون آه وخاصة الآية التي يعني ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه شوف بيأمرها بيأمر إيه حيأمر ميت و مش ممكن يا جبال أوبي معه والطير كمان يعني أوبي معه يا يعني رجعي التسبيح آه. تردد التسبيح معه لا هو يسبح ثم ترجع التسبيح اه هو يسبح عبد أواب الأواب, آه. آه. الأواب. آه. أواب الترجيع اللي هو كثير آه. ترديد الدعاء أو التسبيح فتح. طبعا أواب بمعنى يعني هو يؤوب بمعنى يرجع اه طبعا آه. فالأواب أواب إلى الله ممكن الراجع آه. آه. إلى الله دائما في كل ما فيا جبال أوبي معه الطير شيء عجيب لما يكون مثلا الطير الجبال وعليها الطير كانها يعني بلا شبه واستغفر الله جوقة يعني تسبح بال لله سبحانه وتعالى. وإذا فالذي يعد من الأسماء الحسنى من معاني الخبير هو الخبير ببواطن الأمور وخفاياها وبالامور يعني التي يعلمها قبل ان تكون وتكون كما يعلمها. بشكل عام العلم بخفايا الامور ومنه مثلا الحديث الشريف مثلا رجل في السبعه الذين الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل منهم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأيضا قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا هو يعلم يعلم فإذا يعني الله سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور وخفاياها وعلى العبد أن يلتفت إلى هذا. <applause> إيمان يا مولانا بأنه من أسماء الله الحسنى الخبير، كيف ينبغي ان يتجلى في افعالي وفي حياتي نعم العلماء قالوا في هذا في اجابه هذا السؤال ان يتعهد باطنه وخفايا قلبه ويقصدون الامراض اللي هي الامراض القلبيه اللي هي الحقد والحسد والغضب والى اخره طبعا ودي معروفه اسمها افات القلب يعني عديده جدا فيتعهدها ويحاربها ويكون بها خبيرا لانه لو غفل عن هذا لا يصح ان ياخذ من هذا الاسم اي نصيب هو محروم تماما ال الذي يعني ياخذ بنصيبه هو الذي يتعهد نفسه باستمرار يتعهد امراض القلب اللي هي يبقى خبير بها لانه العاده الا يكون خبيرا لانه لا ينشغل بها لا يعني تاخذه الظواهر وتاخذه المظاهر تاخذه الحياه ولا يلتفت الى ما في قلبه من افات ومن امراض ومن ذنوب وآسام لان ذنوب قلب يعني الحقد ما بيبانش الانسان مثلا انه كارثه ويتوب منه وكذا انما هو موجود في القلب فهذا الاسم الكريم خبير ينبهنا الى ان نحن نستفيد منه في محاربه آفات القلب والآفات الداخله في الانسان وما اكثرها الان بل الناس يندر ان تجد شخصا يحاسب يتوقف ولو قليلا ليحاسب نفسه على هذه الافات او هذه الامراض. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين استفدنا كثيرا من هذا الحوار شكرا جزيلا لك. واحبائنا الكرام من المستمعين والمشاهدين شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعه والى لقاء متجدد مع الامام الطيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته